الأخبار والمستجدات في الساحة الليبية أكيد زي ما عودناكم في فلاش باك وعلى قناة وعد مع انترفيو ليبي. من بعدها على طول حنرجع لباقي فقراتنا لليوم من فلاش باك. خلينا أصحاب، أغنية من كلمات وألحان المغني عمران، أغنية لقت أعجاب في السوشيال ميديا. الفنان عمران المغني الشاب بدا يشق طريقة بثبات ويسلك أسلوب خاص تميز به ما بين زملائه الفنانين الشباب في ليبيا. احتلت الأغنية المرتبة العاشرة في منصة أنغامي ودارت نسبة مشاهدة تجاوزت 15,000 مشاهدة عبر قناته على اليوتيوب. تعامل الفنان ياسر صالح مع المغني كريم التركي من خلال أغنية لو تسألني، ويلي تم توزيعها وتنفيذها موسيقياً من طرف ياسر صالح يلي تفاعل هلبة مع نزول العمل على السوشيال ميديا. هذا وأكد الفنان ياسر صالح إن في هلبة جديد ومنهم ديو مع فنان عربي لما تنتهي أزمة الكورونا. عبر الفنان أحمد السوكني على سعادته بتكريمه في مهرجان أوسكار العرب ومنح جائزة أفضل فنان ليبي لسنة 2020، وجاء التكريم بعد ما تضمنت قائمة المكرمين من الدورة الرابعة للمهرجان اسم السوكني لتكريمه عن مجمل أعماله الفنية في 2020، وذلك بعد ما احتل المرتبة الأولى في بلاده على مدى عامين متتالين باعتباره من أشهر فناني ليبيا. على طول من ليبيا زي ديما وزي كل حلقة إلى العالم بشكل عام مع باباراتزي لليوم وآخر الأخبار وآخر الحاجات والتفاصيل والحاجات الشخصية لا علاقة بفنانين عرب وعالميين حتى مع باباراتزي، ونرجع من بعد لفلاش باك. بعد فشل جهود تحضير مسلسلها بدر البدور، نجحت النجمة روبي في الالتحاق بموسم دراما رمضان 2021 حيث تعاقدت على تقديم مسلسل بعنوان الشقة 6 ويلي من المقرر البدء في تصويره خلال أيام قليلة. وشارك روبي بطولة المسلسل النجوم شريف سلامة وحمزة العيلي سيد رجب وأحمد بدير ومحمود البزاوي وصلاح عبد الله، ويتضمن العمل 15 حلقة وهو من نوعية الإثارة والغموض والتشويق. ترجع الفنانة الشابة ميرنا بعد 5 سنوات من تألقها في برنامج The Voice Kids بكليب جديد أثار أعجاب متابعينها وحصد لحد اللحظة أكثر من 3 مليون مشاهدة. هذا وخرجت ميرنا في طلة جديدة على متابعينها يلي اعتادوا عليها صغيرة في العمر، ولكن ظهرت في الكليب كشابة عراقية جميلة ومحترمة، وهذا يلي أثار أعجاب المتابعين والإعلام العراقي أيضا. أنهى فيروس كورونا حياة المؤلف الموسيقي الأمريكي فيل سبيكتر يلي توفى عن عمر 81 سنة وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية. وبحسب التقارير الصحفية تم اكتشاف إصابة المؤلف الموسيقي الأمريكي فيل سبيكتر بفيروس كورونا قبل شهر كامل، وتم نقله فوراً من زنزانته للمستشفى للعلاج، لكنها خسر معركتها مع فيروس كورونا بعد صراع شرس. في فقرة اليوم من مواهب ليبية رجعنا لكم واخترنا لكم بالتحديد طفل صغيروني في العمر ولكن صوته بجديات بسم الله ما شاء الله موهبة. نتمنى أنا شخصياً أمل قليوان إن هي تلقى الدعم منكم مشاهدينا، نمشي نشوفوا هالموهبة الصغيرة الكبيرة ومن بعدها نرجع لفلاش باك في حلقة اليوم. معايا أمل قليوان، ما تمشوش بعيد. ما نبكيش إن كان عزيز علي تخلى، ما نشكيش المشكل غير الله مذلة، ما نبكيش إن كان عزيز علي تخلى، ما نشكيش المشكل غير الله مذلة، نجرح نشيله في صدري والله من واطي قدري، نجرح نشيله في صدري والله من واطي قدري، عزت نفسي تسوى العالم كله والعالم كله. إلى behind the scenes وما أدراك من behind the scenes، خششتها بعضها بالعربي وبالإنجليزي لكن بجديات من أروع الكواليس مع
بلاك بانثر لليوم فيلم دار ثورة وضجة كبيرة في عالم أفلام 3D والأكشن، حقق الإيرادات الكبيرة، الواجد والهلبة والعرم بكل جمعتهم كلهم بكل 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 مع بعض، وحصد العديد من الجوائز في العديد من المهرجانات سواء في هوليوود أو حتى في موناكو. نمشي نشوفوا تصوير وكواليس بلاك بانثر ومن بعدها نرجعوا لفلاش باك. وصلنا بكم لفقرة التيك توك ومع التيك توك، لأن أنا حتى ما عادش عرفت نقولها، لأن بقولها في سافيسا باش نمشولها في سافيسا، مع شخصية ليبية موهوبة جدا وبجديات وصلت للشعب الليبي بسرعة 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 بسبب يعني روحها المرحة وبسبب خفة دمها وكذلك ستايلها الغريب شوية مع الشعر هيكي والحركات اللي هي دايرتها مع فوزية والتيك توك، ومن بعدها نرجع مكملين فلاش باك لليوم. سند عطني 5 كلمات تسعدك. 5 كلمات تسعدك. فلوس. أيوة. دراهم. قروش. مال. مبلغ. بكي. بكي زهان. والدك اسمه ايه؟ هانم؟ لا. اسمه الدرمالي بي شيرين. اسمه الدرمالي بي شيرين؟ أيوة. يعني انت بكيزة الدرمالي شيرين. شيرين باشا. جدك اسمه شيرين؟ باشا. اكتب يا ابني. بكيزة الدرمالي شيرين. باشا. شيرين مش شبرين. باشا. سنك. اوه نو. اوه لا لا. في واحد لوا زي سيادتك محترم يسأل واحدة محترمة زي سنها كان. مش عايز لك يا عم. سنك ايه؟ 27. نعم. 29. ايه؟ ونص. سنك كام يا ست؟ اوه مش قادرة مش قادرة اقول ابدا، مش ممكن. ايه دخل السنون يا فندم في المواقف المحرجة دي؟ عفوا قديه الساعة؟ الساعة؟ ايه لحظة حبيبتي، شوف لك الساعة من الايفون 7 بلس الذهبية اللي اجاني هدية من خط سيبي وما عاجبني وعم فكر بدله. لحظة حبيبتي. يلا انا بحب اللحمه كتير whether it's there or here for the لحمة I drive an hour because the لحمة gives me power chilling eating shish kebab I even eat it at my job people say you want oh she's super cute I should probably say something hey hi oh my god he's actually talking to me I have to say something super cool back yo what's poppin oh my god